صباحو صباحو، مين متلي شمسه عالية؟ كلياتنا عم نفيق قبل صلاة الظهر وعم نسهر للفجر، منصلي الفجر ومنقول يا رب. المهم حبيت أطلع عليكن، اعتدنا على المصداقية التامة، صح ولا لا؟ المهم بدي أحكي لكم مصدر هالوصفة، اعتدنا على المصداقية والفضفضة. في شيف اسمه فادي ياريفان، صار له تقريبا شي شهرين بيتواصل معي ومنتحدث عن الأكل. هو فنان ما شاء الله، دارس دراسة الطبخ وهوايته الطبخ من صغره. كنا عم نحكي، قال لي خالي بدي أنزل وصفة جديدة على الكل وهي وصفة موثوق فيها. قلت له إشي مصدرة؟ قال لي أيمن مهروسة. وقت قال لي أيمن مهروسة سكتت. الكل بيعرف أيمن مهروسة، وما أدراك ما أيمن مهروسة، حلوياته بتجنن. قلت له طيب خالي، شلون تعلمتها أنت؟ هو دارس دراسة الطبخ. قال لي خالي أنا بعشق الطبخ من صغري، دائما وقت كنت صغير عمري 10 سنين 11 سنة أستنى أمي تطلع من البيت لحتى أدخل المطبخ وأعمل وأتفنن. لفت نظر أمي، قامت حطتني عند أيمن مهروسة. تميت فترة كتير كبيرة أدرس وبنفس الوقت أشتغل عند أيمن مهروسة وتعلمتها منه، حبيت أقدمها على هالعيد هدية. وفورا يا دلال ادخلي على هالمطبخ وجربيها قبل ما احكي فيها واحكي عن مصداقيتها. جربتها وكانت النتيجة رائعة وقدمتها للمتابعين، وبفتخر بانه هي وصفة فادي ياريفان. الله يعطيك العافية. اليوم رح يقدم لكم اياها سريعة، رح تعطيكم نفس نتيجة ايام زمان، والمصدر الحقيقي هو ايمن مهروسي. بقى الدعاء للاثنين، هاي الوصفة ما لا وصفتي، وصفة الشيف فادي ياريفان. وصفاته بتاخذ العقل، فيها تجديد، في عنده مطعم ما شاء الله، والشهر فضيل، أنا مالي غاية معه أبدا، غايتي التنوع الجميل، أحبه لغيري ما أحبه لنفسي. بحب التجديد، بحب هالشباب تقدم فنة، وفعلا بيستحق إنه نتابعه. تابعوا وصفته وجربوها. طبعا هون عندي وصف المقبلات باردة. Hi Chef Paddy. I love you Chef. Thank you. Chef Paddy, how are you? Thank you. Thank you. طبعا هون عندي خالتي دلال، هون نحن طبعا هون قسم الإيطالي، وعندي هون قسم الفرنسي، وعندي هناك قسم الأرميني. تمام. عندي مطبخ كتير كبير، طبعا عندي عجقة كتير، كان عنا عدد كبير للإفطار. كده شو أخبارك؟ شو رأيك في السلطة؟ هاي سلطة التروكا، سلطة الجرجية مع الحلومي، مع جبنة الحلومي. هاي الحين عم بنزل شوف جديد للميني. كيفك خالتي دلال؟ شو أخبارك؟ نحن الحين حنبلش بالتصوير، طبعا أنا عم بنتظر المصور، حيصير هيك يعني. طبعا هحكي عن الوصفات بهالطريقة. طبعا لسه في بعض التجهيزات عم نجهزها الحين. طبعا معي هون كمان بنوتات في المطبخ بيشتغلوا معي. هذا عندي القسم هون قسم الحلويات، شايفة مدام؟ هذا هون عندي المطبخ، عندي المطبخ كله مرتب يعني كل أقصى.
مرحبا، معكم الشيف فادي رضوان. اليوم حابين نقدم لكم مناسبة عيد الفطر معمول بالفستق. طبعا حيكون الفيديو مشترك بيني وبين دلال الحناوي. الحين حنبدأ بالمقادير. طبعا عندنا نحن يا صبايا 800 جرام سميد، عندنا 250 جرام مي، عندنا 100 جرام ماء زهر، عندي 60 جرام من السكر البودرة، وعندي حليب بودرة 60 جرام، عندي 200 جرام الطحين تمام، وعندي 200 جرام من السمنة، وعندي 250 جرام من الزبدة. طبعا هي حتكون زبدة حيوانية على حسب ما يكون موفر عندك في البيت. ممكن يكون عندك زبدة نباتي ما في عليها أي مشكلة، ممكن يكون عندك السمنة نباتي، يعني حسب كل شخص مقدرته في البيت. هنبلش الحين بطريقة تحضير الحشوة يا صبايا. طبعا عندي 250 جرام من الفستق، وعندي 250 جرام من الجوز، وعندي 60 جرام من سكر البودرة، عندي 20 جرام من الزبدة، وعندي 15 جرام من القرفة، القرفة المطحونة، وعندي 60 جرام من ماء زهر، وعندي 60 جرام من ماء الورد. طبعا يا صبايا بس اهم شيء تكتبوا من الفستق. احيانا بيجينا الفستق طري، واحيانا بيجينا الفستق ناشف، فوقت بيكون عندنا الفستق ناشف يفضل تحطي له زبده عشان تعطيك الحشوه طريه، فهذا كثير انتبهوا عليها يا صبايا. يا صبايا الحين حنبدا بطريقه بس التسمين معمول. اول شيء حنضيف المي تمام، حنضيف الماء الزهر، نضيف السمنة، نضيف الزبدة. طبعا انا حطيت الزبدة ليش؟ عشان احنا بوقت الصيف، فهي وقت بيكون وقت الصيف لازم نضيف مع الزبدة 250 جرام، بيكون السمنة 200 جرام. ليش؟ عشان عندك جو الصيف فبيكون جو جاف، يعني مو زي الشتاء، الشتاء بيعطيها طراوة للسمنة، بس بالصيف بتكون كتير تعطي هيك نشافية للمعمول، فيفضل تضيفي مع الزبدة والسمنة عشان يعطيك المعمول طراوة يعني حلوة. لو حطيتيه بالفريزر ما في عليه أي مشكلة، بس هي طريقة التخزين بالفريزر يكون بعلبة ويكون العلبة مغلقة بهذا الشكل. يا صبايا الحين غليت عندك المي مع السمنة بهذا الشكل، حنضيفها الحين مع السميد. صبايا الحين حنبلش بالسميد، سكر البودرة، حليب البودرة، عندنا الطحين، حنبلش نحركهم بشكل كويس بهذا الشكل يا صبايا تمام، يكون التحريك جيد. بعد ما غلت السمنة حنضيفها، هذا الشكل حنبلش بتحريك بس التسميد هذا الشكل يا صبايا. اهم شيء يكون خليط بسرعة، يعني ما يكون بشكل بطيء هذا الشكل تمام يا صبايا، هذا الشكل. اهم شيء انتبهوا بنوعية التسميد، شوفوا كيف كويس الحين بس عنا جيدة هذا الشكل. الحين فورا حنغلفها ببلاستيك ونضيفها فورا بالثلاجة، ما تخلوها برا، انتبهوا فيها.
طبعا يا صبايا بعد ما خلصنا الحشوة هنبدأ الحين بطريقة حشي المعمول. أنا مساوي معمول ومساوي كربيج جوز، تمام؟ طبعا بهذه الطريقة هيكون، شايفين يا صبايا؟ هذه الطريقة شايفين؟ الحين هنضيف فستق بهذا الشكل. هي بتجي هون طبعا في القالب. هنبدأ الحين بالكربيج الجوز. انا حسويها الحين بهذا الرينج، تمام؟ وهذه المكبس تاعه. طبعا هذا الرينج متوفر بمحلات منزلية. نضيفها هون. شايفين كيف طلعت؟ انا اعطيكم فكرة جديدة نفس الواتجر. يا صبايا بعد ما حشينا المعمول حشينا الكراميل بالجوز، طبعا انا هذه طريقه التحضير تبعي، لازم اهم شيء يكون القالب يعطي شكل المعمول بهذا الشكل. شايفين يا صبايا؟ الكراميل انا هيك حبيت اقدم لكم اياها بشكل جديد، وان شاء الله حتعجبكم. الحين حنحطها بالفرن لمده 12 دقيقه. يا صبايا بعد ما انتهينا خبيز الكراميل المعمول، طبعا بتكون هي درجة الحرارة 220. يسلموا ايديك يا شيف، عنده مطعم 10 نجوم بالرياض، وما تعتبروها دعاية، انا اسم المطعم ما بعرفه، ربنا شاهد، بدون اجر، خجول جدا. صبايا شوفوا لي فل السعودية بجنن، ريحته بتاخذ العقل، على باب عمارتي كل يومين بقطف لي بجننوا. ذكروني بفل بلدنا.